طرعا مدينة الأحرار كتيب الشهداء الحرية. هاي سلاح تقدمت المجلس العسكري لتحرير توحيد الجنوب، هدية تقدمت المجلس العسكري في مدينة درعا قطاع الحرية كتيب الشهداء الحرية، تقوم بتطبيق القذيفة تجهيزها لضرب دبابة من دبابات الأسدية دبابات جيش النظام. تحضير العملية نوعية لكتيبة الشهداء الحرية، تحضير عملية نوعية جاهز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. درعا مدينة الأحرار كتيبة الشهداء الحرية تقوم بتفجير دبابة دبابات الأسدية.